كمان عايز اقول لحضراتكم خبر مهم، وهو بخصوص مباراه الاهلي بكره مع فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي. باذن الله المباراه هتذاع بعد برنامج ملك وكتابه بكره ان شاء الله الخميس الساعه 1 بالليل، يخلص برنامج ملك وكتابه. باذن الله هتتفرجوا على المباراه في قناه الاهلي. كان في مجهودات في الحقيقه كبيره جدا بتبذل دايما من المسؤولين عن قناه النادي الاهلي، رئيس القناه، مدير البرامج، كل الناس بتحاول ان هي تخدم وتلبي كل طلبات جمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما بيكون مهتم بكل الاخبار وكل الامور بتخص قناه الاهلي. طبقا للطبيعه الجبليه اللي بتحيط بمعسكر النادي الاهلي، فتعذر بس المباراه بشكل مباشر في تمام الساعه 6:30 غدا.